السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بنعرض لكم اليوم شقة 3 غرف صالة، مساحة الشقة 135 متر مربع، الدور الخامس، شقة رقم 26. ندخل نشوف الشقة. طبعا الشقة في منطقة بلتلي داخل مجمع سكني متكامل. عندنا المدخل هنا، طبعا الشقة مفروشة بالكامل، مؤثثة بالكامل. عندنا المدخل هنا، على اليمين على طول المطبخ، عندنا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. هنا عندنا الأجهزة الإلكترونية موجودة كلها. طبعا عندنا في الشقة عدد 4 مكيفات راكبة. عندنا بلكونة في المطبخ، طبعا هذه إطلالتها زي ما ذكرنا. الشقة في منطقة بلتلي في مجمع سكني متكامل، زي ما انت شايفين هذه الخدمات الموجودة، مواقف سيارات، ألعاب أطفال، جلسات عائلية. نشوف تفاصيل الشقة. عندنا هنا الصالون، زي ما ذكرنا كل الغرف فيها مكيفات، يعني حتى الصالون فيها مكيف. الشقة مؤثثة بالكامل. عندنا الإطلالة هذه من الصالون، كمل معاكم تفاصيل الشقة. عندنا هنا الممر أو الهول، دورة المياه الأولى أكرمكم الله، دورة المياه الرئيسية للشقة، البانيو. عندنا هنا الغرفة الأولى، لها إطلالة جميلة على البحر. هذه إطلالتها على البحر وعلى المدينة. نشوف الغرفة الثانية، برضو عندنا الإطلالة الجميلة هذه. عندنا هنا سوبر ماركت قريب من المجمع، وأخيرا نشوف الغرفة الثالثة. عندنا هنا الغرفة الثالثة، طبعا زي ما ذكرت كل الغرف مكيفة، وهذه إطلالة الغرفة الثالثة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.